بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد طب القلوب ودوائها وعافية لبدن وشفائها أولا تنشكر طاقم ديال منبر قناة الدار بكل أطوره لأنه الحمد لله منبر نظيف وكيقدم يعني وصلات في المستوى أولا تنشوف حنايا بان كمعالجين طبيعيين بالطب الاصيل وكصفة رئيس الجمعيه الوطنيه الشابين المخضره من وريب وكاتب نقابتها تنشوف بان الضجه الاخيره اللي هي جرات ما بين وهي للاسف ما بين الفرق العربيه هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في ذاك وصلت دابا شفنا بان مؤخرا احد الرقاة جزائري وكان تبعت جميع الاخبار لان صافتوا على شي اخوه كان قالوا بان كانت عطات كانت تذكره غادي نهبط من من فرنسا الى الكاميرون باش غادي نرقي المنتخب الجزائري اول فاش فاش هذا الاخ وقال هذه الكلمه اولا عجبني علاش لانه عبر على الوطنيه ديالهم وهذه هي اللي كنبغيوها حتى حنا في الشعوب ديالنا العربيه كامله اي واحد تيموت على الوطن ديالو تنهزلو القبعه وتنحترموه مزيان أه في نفس الوقت كيبين بان الروح ديال الفرد مع الوطن ديالو ستكون تكون متشبته وهذا هو اللي كندعو له دائما بالنسبه واش غادي يدير الرقيه على المنتخب الجزائري هذا موضوع اخر وهذا الموضوع خص يدخلوا فيه النخبه ديال العلماء والفقهاء هل يمكن لنا نخلطوا الرقيه بلعبه كرويه لان كما كان علموا بان بعض الفقهاء كان الذي ينكر قاعته هذا اللعاب ولا سيما باش الرقيه اذا الرقيه إلى كان المعتقد ديالو بان الفريق ديالهم اصيب بعين او بحسد لان كل واحد يؤخذ على حسب نيات نيته كما يقول الرسول يا معاذ اخلص العمل لله يكفيك القليل اذا واش يمكن العين تصيب شي فريق بهذا الفشل نعم ام لا حنا غادي نستنبطو الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ان العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر اذا غادي نشوفو فوقاش السياق ديال الحديث هذا وعلاش قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله الكرام وعلى صحبه الكرام كما يقال جاء في الاثر ان كان هناك اعراب وكانت هناك خيمه وكان العرب مجتمعون فاذا بناقه قويه مرت امامهم فرمقها احدهم فقال انظروا الى هذه الناقه كانها الجبل فوقعت على الفور. اذا فجاءت غرغره الموت ثم نحروها وفي الليل اكلوها في القدر ولذلك قال الرسول ان العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. هناك عين ان كانت مصحوبه بحسد تكون اقوى. اذا ولكن الان حنا يا بهذه المستويات اللي له الدول العربيه واش عيد اللي ولا تجربه اللي ناقصه هذا هو هذا هو السؤال اللي خصنا نفهموه مزيان اذا كانت التجربه اذا كانت التجربه فعلا فلا بد ان نراجع الاوراق ديالنا حنا كشعب مغربي كشعب مغربي سمعت هذا الكلام قبل فالفشل المغرب كان سيضيع محاولة تقريبا شي البيت اللي ضيع كاين بعض الناس يقولوا بان هذا راه سحر دار لنا هذا دائما نحن ويا للاسف كنردوا الفسل ديالنا للسحر وللعين اذا هاد بهذه الفكره دي خصنا نحيدوها كعرب كاملين ونحن كشعب مغربي كنتمنوا الاخوان ديالنا الاشقاء الجزائريين باش غدا ان شاء الله ينتصروا لان علاش الشعب المغربي يكون الاحترام لجميع الشعوب العربيه كنا كنتمنوا وهي للاسف الامنيه ديالنا كعرب تكون نصف نهائيه عربيه ولكن كما تنقولوا اليد قصيره والعين بصيره ما 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 موجودينش اما القضيه ديال انه غادي يلقي وحيد سحر ما هو دليله هذه المساله هذه خصها لابد يدخلوا فيها علماء كتشوف بان ربما بزاف الناس يقولوا بان الرياضه رياضه واللعبه لعبه ما خصناش نخلطوها بهاد الامور اللي كنهضروا عليها السحر والشعوذه والرقيه فكنشوفوا مثلا التجربه الاوروبيه ولا امريكا اللاتينيه ما كيهضروش على هذا الشيء لا بالنسبه بالنسبه للرياضه رياضه والسحر السحر ما نخلطوش الدين هذا 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 الى دخلنا موضوع اخر وهو فصل الدين عن يعني الدوله هذه مساله اخرى حنا كنتكلموا واش فعلا حنايا عندنا عين ولا حسد في اللعب ديالنا راه العين ديالنا كتشوف اللعب ديالنا كي داير كنا قويين كنكونوا قويين فيما بيننا فاش كنجيو مع الخصم تنوليو ضعاف هذا مرض فينا كلنا خصنا نعالجوه ومره اخرى مره اخرى يعني مازال نقدر نقول لك انا نفصل ونقول بانه حرام ولا حلال ما هذا من المنظوم ديالي انا انا ناقص في الامور هذه علاش لان خصنا نسول الناس ديال العلم نعم ما كنهضروش على نعم فقط كنهضروا على الجانب نتاع الناس اللي خرق. كتقول بان مثلا المنتخب خاصو رقيه خاصو أه يعني هذا الامر هذا بالنسبه لكم واش هو امر منطقي اما ان هذه الامور خاصها تبقى هنا كيبقى هنا كتبقى علامه تعجب وعلامه استفهام لنفرض ان المنتخب لا قدر الله الجزائري لان الشق ديالنا نهزم في هذه المعركه اذا شنو غيقول ذاك الرقي؟ غادي نضربوا الرقيه بواحد الطريقه اللي هي غير غير مبشره وهناك اعداء الدين غيضربوها يقول بان برقيتهم وما نجحوش غيضربوا الناس في الدين اذا ويا للاسف كنتمنى من بعض المعالجين هداهم الله كل حاجه يحطها في الموضع ديالها هذا هو اللي كنتمنى اما العين راه حق كاين امور اللي خسر الرقيه كاين كاين امور اللي هي الراقي عالجها وعجز عنها الطب الحديث هذه لا ينكرها ولكن باش نخلطوا كما تنقولوا هذه بهذه هذه الامور خصنا نتنحاو عليها ودائما غادي نختم بالمقوله ديال الامام علي حيث يقول لا تزان العقول بالاعمار هذا اهم نقطه اللي كنناقشوه كنناقشوه حتى المغربي هي عدم الخلط يعني لا, يعني لا, يعني لا, لا لا بطبيعه الحال لا حنايا لا عدم الخلط خصنا نحيدوا الامور هذه ديال دي ندخلوا نقحموا هذيك في هذيك هذه الامور خصها نتنحاو عليها خصنا نوجدوا منتخبات اذا حنا شنو خصنا نديروا خصنا نوجدوا خصنا أنا وشرت في البدايه هو ان المنتخب المغربي كذلك ضيع بزاف الفرص المنتخب المغربي عانى ولكن ما خرج حتى واحد يقول بحال نعم المنتخب المغربي ضيع الفرص كان بعض ذوي العقول الفارغه كنسمعوا في الشارع بان هادو راه داروا لهم سحر سمعنا هاد الكلام هذا ولكن ما جاتش ما لا ما جاتش لا ما جاتش كنتمنى كنتمنى وكنتمنوا الاخوان ديالنا الرقاة هناك في الجزائر وفي كل العربيه يضبطوا الاوراق ديالهم ومرة أخرى بصفتي رئيس الجمعية الوطنية والكاتب عبد المقبرة كان 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 دير يدي على يد جميع الرقاة والمعالجين وأقول لهم إني أحبكم في الله ولكن ضبطوا الأوراق ديالكم ويجزيكم خير ودائما نرجع للمقولة ديال الإمام علي حيث يقول لا تزال العقول بالأعمار فكم من صغير وعقله بارع وكم من كبير وعقله فارغ وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش ما نكونوش من ذوي العقول الفارغة بالنسبة <applause> لك أنت كيفاش بعدا شفتي المنتخب المغربي وشنو يعني كتشوف غادي يوصل بالنسبة بالنسبة للمنتخب يعني 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 بالنسبة بالنسبة للمنتخب المغربي المنتخب المغربي لحد الآن يعني الرؤية ديالو غير واضحة ولكن تكتيك خارق علاش كنشوفوا كيفاش كيبين الفشل في الاول في الاخر الحمد لله وتنشوفوا النتيجه دابا جميع المنتخبات كتهمها النتيجه ما بقاش ديك الكره ديال هذه شحال ديال الفن ديال اللعبه دابا كنشوفوا شحال المنتخبات كتلعبوا في الاخر كتسمي كت... 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 اذا النتيجه اللي كانت غتجينا بحال هكا كنشوف الحمد لله المغرب ديالنا المنتخب ديالنا باذن الله مؤهل باش هاد السنه هذه باذن الله باش يتفر يلعب على اللقب وكنا كنتمنى وكنا وكما كمغاربه باش تكون نهايه مغربيه جزائريه باش نعاود نديروا يد في اليد باش غادي نحيدوا الترهات وهاد الخلافات والله ولي التوفيق قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي